تعالى اقول لكم بسرعه اخبار عن تمرين النهارده. يبقى معايا كريم احمد. يا جماعه يلا نجهزه عشان انا عايزه نكلمه في التمرين ونطمن كل الساده المشاهدين على تمرين النادي الاهلي النهارده كان فيها كواليس هيقولها لنا كريم. اقول لكم بسرعه كده الاخبار. وليد سليمان بيتعافى من الاصابه وبينتظم في مران النادي الاهلي. وليد كان عنده اجهاد في العضله الخلفيه، اكتفى باداء تدريبات استشفائيه في الجيم وان شاء الله يكون جاهز في مباراه المقاولون العرب. وليد حط جون جميل قوي قوي الماتش اللي فات، لكن الحمد لله بقى مش عايزين نقعد نفتكر. حضرنا كريم سمير لو سمحت. وايضا كوليبالي. طيب اخد كريم وارجع اقول لكم الاخبار بسرعه. كريم احمد اهلا بيك يا حبيبي. اهلا بيك يا كابتن ميدو، فرحب بيك في البدايه وفرحب كل الساده المشاهدين. ايه الاخبار؟ كله تمام كابتن. كله تمام؟ كله تمام. يعني كنت عايز اجيبك بعد الماتش، انا بقعد اتكلم معاك في فنيات كده، كنت عايز اجيبك بعد الماتش على طول، لكن للاسف كان في بقى الاتصالات، انت عارف يا كريم الدنيا بتبقى صعبه شويه في الاتصالات، فالحمد لله. عايزك تطمني على التمرين النهارده. ولو عندك كواليس كده حصلت في التمرين تقولها لنا وتطمن كل الساده المشاهدين عن كل كبيره وصغيره في تمرين النادي الاهلي النهارده. يمكن النهارده كبير بيستأنف النادي الاهلي استعداداته لمباراه الدوري العام بمباراه الاهلي والمقاولين العرب ان شاء الله على استاد السلام يوم الثلاث باذن الله. تتمنى تكون انطلاقه جديده للنادي الاهلي، استعاده انتصارات، استعاده شخصيه النادي الاهلي من جديد. ده كله كابتن ميدو يمكن اكيد حاله الحزن مسيطره على لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يعلم جيدا مدى حرص لعيبه النادي الاهلي على ان هم يفرحوهم يسعدوهم بكل المباريات وكل البطولات. لكن عايز اقول لك يمكن الحاله صعبه جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي في شغل البيوت اكيد من الجهاز الفني على الحاله النفسيه لاستعداد طبعا اللاعبين من جديد بالتاهيل. كابتن محمد يوسف طبعا المدير الفني المؤقت لفريق النادي الاهلي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سامي قمصان، الجميع بصراحه يمكن اكيد بيبذل جهد كبير جدا للخروج من الكبوه البسيطه جدا للنادي الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله بيزول خلال الايام القادمه انطلاقا بمباراه الاهلي والمقاولين العرب. بدا النهارده كابتن ميدو التدريب الساعه 9:30 صباحا بحضور الجهاز الفني بالكامل وحضور عادل مصطفى المدرب المساعد اول مره النهارده يكون متواجد في تدريب فريق النادي الاهلي. ممكن يكون متواجد في تدريب الامس لكن النهارده كان اول ظهور ليه مع الكابتن طارق سليمان ايضا مدرب حراس المرمى لتواجد في تدريب الامس. النهارده كابتن يوسف خصص محاضره سريعه داخل الملعب. كريم الصوت مش واضح يا كريم، لو ينفع نتكلم كده في مكان يكون فيه سيجنال كويسه، او لو انت بتتكلم من هاند فري. سمعني كده يا كابتن؟ كريم سمعني يا كابتن ميدو؟ اتفضل. النهارده يمكن زي ما بقول لك كابتن يوسف كان في محاضره فنيه سريعه قبل انطلاق المران اللي بدا الساعه 9:30 صباحا. كان الحديث طبعا عن اهميه الفتره اللي جايه للتركيز في مباراه المقاولون العرب اللي زي ما بنقول مباراه غايه في الاهميه كابتن ميدو نظرا للظروف المحيطه بالفريق والاخفاق فيها البطولتين. في تركيز كبير جدا ان شاء الله عن هذه المباراه، وعندنا اصابات عديده وغيابات عديده جدا، لكن هي دي الظروف اللي يمكن متاحه حتى هذه اللحظه دي. فريق النادي الاهلي بيحاول الجهاز الطبي للنادي الاهلي استعاده عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي نظرا للاصابات الكثيره زي ما قلنا لصدر فريق النادي الاهلي. لكن النهارده يمكن كابتن يوسف خصص فقره مهمه جدا لاختبار طبعا اللاعبين المهاجمين ولاعبين ايضا كمان في خط الدفاع، خصص يمكن في ثلثين الملعب كده حاول ان هو يعمل بعض التمركزات يصحح بعض الاخطاء للاعبي النادي الاهلي. شفنا سعد سمير مع سليف كولوبالي في خط الظهر، شفنا ايمن اشرف كمان مع سعد سمير كان في تبديل، في كورسات كانت بتتعمل من ناحيه اليمين وناحيه الشمال في تركيز كبير للاعيبه النادي الاهلي. يمكن زي ما بنقول اللعيبه متاثره بشكل كبير جدا، لكن واضح ان التصميم ان شاء الله على تجاوز هذه المرحله باذن الله من مباراه المقاولون العرب. لو بطمنك كمان كابتن ميدو على وليد سليمان، طبعا وليد سليمان كان في بعض الاخبار بتقول ان وليد الخلفيه طبعا مشاركته في المباراه القادمه، لا باكد لك ان وليد سليمان جاهز بنسبه 100% وده اللي ظهر النهارده في التدريب الجماعي. شارك بكل قوه النهارده وليد سليمان وبيعلن جاهزيته ان شاء الله لمباراة المقاولون العرب. وليد ازارو يمكن حتى هذه اللحظه لم يتحدد موقف مشاركته من عدمها. وليد ازارو عنده بعض التورط في الكاس الانكل كابتن ميدو يمكن مأثر عليه بشكل كبير جدا. كمان يمكن النهارده بلغه الكوره كده ما عرفش يلبس جزمه الكوره بسبب التورم الكبير اللي عنده في الانكل. فضل النهارده الجهاز الطبي ان هو يكون متواجد في بعض التدريبات الخفيفه جدا على امل بكره ان شاء الله في التدريب اللي هيكون الساعه 4 عصرا لعمل اختبار طبي لوليد ازارو لامكانيه يمكن اشوف طبعا بكره باذن الله الاختبار الطبي هل وليد هيكون التورم قدر ان هو ينزل شويه من رجليه ولا الامور هتبقى عامله ازاي. لكن وليد من اللعيبه اللي احنا يمكن بناكد عليه ان هو عنده اصرار كبير جدا يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي، وشفنا كمان يمكن عودته
من المباراة التونس الأخيرة مع منتخب المغرب ومنها مباشرة على مباراة الوصل، وشارك كمان في المباراة، عنده إصرار كبير وليد، ومحتاجين كل اللعيبة كابتن ميدو خلال الفترة اللي جاية بإذن الله يكونوا متواجدين مع فريق النادي الأهلي. وعلي معلول أخباره إيه؟ يمكن علي معلول طبعا بيواصل التأهيل مع جونيور أجاي، مع عمرو السولية، فتحي وهاني، وفتحي وهاني كمان الكل النهارده، يمكن كان مجموعه كبيره جدا النهارده بالنسبه للمصابين، النهارده كانوا بيأدوا بعض العمليات التأهيل طبعا مع البرنامج الموضوع، في بعض اللعيبه خلاص في المراحل النهائيه زي امثال احمد فتحي أجاي وأجايين برضه لسه كابتن ميدو يمكن متواجد ايضا كمان في التأهيل، لكن النقطه المهمه جدا اللي حابين ننوه عليها كابتن ميدو هو مؤمن زكريا. مؤمن زكريا النهارده يمكن كان في فقره مخصصه من الكابتن محمد يوسف عقب انتهاء المران لرفع معدلات اللياقه البدنيه، من الواضح طبعا ان في تجهيز لمؤمن خلال الفترة اللي جاية، وعايز اقول لك كمان يمكن بجانب التدريب الصباحي شفنا مؤمن زكريا الساعة 5 النهارده كان متواجد بيتدرب المرة الثانية مع الكابتن عادل مصطفى المدرب المساعد لفريق النادي الاهلي. ده لوحده يا كريم؟ لوحده يا كابتن ميدو، ويمكن واضح جدا ان مؤمن عايز يرجع من جديد لمستواه، عايز يبقى فيه معدلات اللياقه البدنيه تكون مرتفعه عنده بشكل كبير جدا، واضح ان كمان اصرار من الجهاز الفني بقياده الكابتن محمد يوسف تكون كل اللعيبه متواجده، اللعيبه اللي بعيده ما تاخدش خلال الفتره اللي فاتت هتكون متواجده، كل لعيب ما عنده اي نقصات بالنسبه للياقه البدنيه، امور فنيه، امور تدريبيه، اكيد هنشوفها خلال الفتره اللي جايه، لكن باكد لك ان مؤمن زكريا يمكن بيواصل للتاهيل بشكل كبير جدا. هو يوسف اتكلم معايا كريم مثلا ولا هو اتمرن الفتره المسائيه بناء على ايه؟ يمكن في البدايه كابتن ميدو باكد لك ان صباحا كان في كده جلسه مع الكابتن محمد يوسف، الاول كان في كابتن سعد عبد الحفيظ طبعا مدير الكره كان في حديث سريع مع الكابتن مؤمن زكريا، لكن يمكن الحديث الاطول كان مع الكابتن محمد يوسف، انصحك كده في جزء من الملعب اتكلم معاهم مباشره بعد هذه الجلسه، يمكن ادى التدريبات اللي انا بقول لك عليها كابتن ميدو فقره كده يمكن استغرقت 25 دقيقه كان فيها بعض السبرنتات وبعض رفع. جميل، حلو حلو. مؤمن زكريا لعيب مطلوب، مطلوب كمان في المباريات الحاسمه، يعني مؤمن طول عمرنا بنقول عليه لعيب مهم عشوائي ايجابي زي ما انا كنت مسميه، لكن كمان طمني، عايز اعرف يا كريم موقف صالح جمعه ايه؟ هل هو بيتمرن مع الفريق؟ هل هو ما بيتمرنش مع الفريق؟ يمكن حتى اللحظه دي كابتن ميدو صالح جمعه يمكن ما بنشوفوش خالص وبيشارك مع الفريق للنادي الاهلي حتى هذه اللحظه، زي ما بقول لك يمكن الصوره اللي واضحه حتى هذه اللحظه كل اللعيبه اللي احنا بنقول عليهم المشاركين، لكن صالح جمعه ما بيظهرش، ما شفناهوش يمكن لسه حتى الان، يعني بنتمنى كل اللعيبه اللي تكون احنا محتاجينها، صالح جمعه واحد من العناصر الرائعه جدا والمميزه جدا، واكيد هيكون فايده كبيره جدا لفريق النادي الاهلي، لكن لسه الامور مش متضحه بشكل كبير كابتن ميدو بالنسبه لصالح جمعه، لكن بالنسبه للمجموعه المتواجده الحاله الحمد لله بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، بنتمنى غدا ان شاء الله التدريب ما يبقاش في اي اصابات بالنسبه للعيبه، في حماس كبير جدا بناكد عليه كل مره كابتن ميدو، اللعيبه زي ما انت قلت في البدايه بتحاول ان هي يبقى ليها فرصه، في لعيبه كتير بعيده عايزه تكون متواجده في التشكيله الاساسيه، ده بيبقى ليه تاثير شويه على التدريبات، بنشوف بعض الكدمات، بعض الاصابات، حسام عاشور يمكن كان تعرض لكدمه في مباراه الوصل في التدريبات نظرا للحماس الكبير جدا، بنتمنى ان شاء الله بكره يكون تدريب يمكن جرعه فنيه باذن الله للكابتن محمد يوسف يستفيد بيها، وان شاء الله ربنا يوفقه في اختيار التشكيل الامثل مباراه المقاولين ومباراه الصعوبه، لكن ان شاء الله عندنا ثقه في اللعيبه والجهاز الفني باذن الله تكون المباراه بنصيبنا كابتن ميدو. يا رب. والسولية اخباره ايه؟ السولية يمكن النهارده شفناه بيأدي الجري وخلاص، يمكن السولية داخل في مراحل الجري، النهارده كان بيجري خفيف مع اجاي، مع علي معلول، مع احمد فتحي، يمكن المجموعه دي النهارده كانت بتأدي الجري الخفيف حول الملعب، ويمكن كمان كان تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل، كل اللعيبه يمكن احنا اتكلمنا عليهم يمكن اسابيع يمكن اسبوعين، يمكن الشناوي بس هو الوحيد اللي يمكن يطول ثلاث اسابيع شويه. هو الشناوي كان مصاب قبل الماتش ولا اصيب اثناء الماتش؟ يمكن الشناوي يعني في البدايه، يعني طبعا احنا قبل المباراه ما كانش في اي حاجه في خلال التدريبات، الشناوي كان بيأدي التدريبات بشكل يمكن رائع جدا، لكن واضح ان في البدايه في كوره في البدايه كده اثرت على الشناوي، حس يعني شفناه كده من بعيد وسالناه كمان قال يمكن انا في بدايه المباراه حسيت بنكزه بسيطه كده يعني، وممكن اكيد النكزه دي اثرت اكيد بشكل كبير، لان الكوره اللي طلع فيها طبعا في الهدف اللي يمكن احرزه اللاعب فتحي ولاعب نادي الوصل الاماراتي ممكن تكون دي كان ليها تاثير عليه بشكل كبير، لان هو طلع يمكن بشكل كبير جدا من المرمى، لكن هيطول يمكن الشناوي ممكن يصل كمان الى اربع اسابيع، لان عضله الضمه انت عارف بتاخد وقت شويه كابتن ميدو، لكن ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه المصابه تعود من جديد، اللعيبه اللي خلاص المراحل النهائيه باذن الله، النادي الاهلي محتاج كل اللعيبه خلال الفتره اللي جايه كابتن ميدو. كريم انا بشكرك جدا، كريم احمد زميل عايز، شكرا على هذه التفاصيلات، شكرا جدا ليك، يعني اتكلمنا معاه.